السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مانو للهاند ميد والكروشيه. أهلا بكم مرة تانية في قناة مانو للهاند ميد والكروشيه. النهاردة هشرح لكم طريقة عمل شنطة مدورة باستخدام طقم جلد. بالنسبة لطقم الجلد ده عبارة عن وشين من الشنطة، الوشين طبعا مدورين، ومعاه دراع الشنطة. دراع الشنطة ده بيبقى عبارة عن نص متر برضو بالجلد، بس هنحتاج عليه سلسلة. فهنجيب سلسلة مقاس متر او متر الا ربع على حسب طول الدراع هيبقى قد ايه، وهنجيب كمان سوستة 20 سنتي، وحلقتين مدورين نص دايرة، حلقتين نص دايرة معدن. تمام، هي دي الادوات اللي هستخدمها عشان اعمل الشنطة. وكمان هحتاج خيط قطن او سلسلة، اسم قطن او سلسلة، وهحتاج ابرة مقاس ابرتين، ابرة مقاس 4 ملليمتر وابرة مقاس 5 ملليمتر. هي دي الادوات اللي هستخدمها عشان اشرح لكم الشنطة. ودلوقتي هبدأ اشرح لكم طريقة عمل الشنطة. زي ما وضحت لكم ده شكل الطقم الجلد، بيبقى عبارة عن وشين، الوش ده والوش ده، بس ده انا مشتغل عليه كده بالشكل ده. دي شكل الغرزة اللي احنا هنعملها مع بعض، غرزة السنبلة. تمام، هوضح لكم ازاي في الفيديو الغرزة دي شكلها ازاي، طريقتها سهلة وبسيطة جدا جدا. تمام، ده وشين وده اللي هو دراع الشنطة. انا بقى شبكت فيه السلسلة، السلسلة دي بالظبط نص متر، قسمتها نصين، بقت 25 سنتي و25 سنتي كده، اتظبطت معايا دراع الشنطة. تمام، يبقى ادي طقم الجلد. تمام، ده بالنسبة لطقم الجلد. بالنسبة للخيوط، ده خيط القطن او السلسلة، وهحتاج سوستة الاول، ادي السوستة، وهحتاج حلقتين نص دايرة علشان نشبك فيهم دراع الشنطة والسوستة دي، وهحتاج خيط وابرة عاديين عشان نشبك بيهم السوستة، ومقاسات الابرة 4، مقاس 4 ومقاس 5 ملليمتر، والولاعة علشان الخيط ده ما بيتقصش، لو اتقص بيتنسج، فبنعمله بالولاعة، بنلسعه بالولاعة، ومقص. تمام، هبدأ اشرح لكم دلوقتي ازاي هنعمل الشنطة. الاول هنبتدي نعمل عقدة البداية. هنشتغل الاول بابرة مقاس 4 ملليمتر. تمام، هعمل عقدة البداية كده بالشكل ده، وهدخل هاجي في اي فتحة من الفتحات اللي في وش الشنطة، هدخل فيها كده بالشكل ده، وهعمل ادي غرزة حشو، ادي واحد، ادي اتنين، يبقى في اول واحدة بعمل غرزتين حشو في نفس الغرزة. اوكي، تمام. بعد كده هنعمل ايه في الفتحات اللي بعد كده؟ هنستمر 4 مفرد وال5 تزايد. يبقى ادي واحد، دي اول واحدة عملنا غرزتين حشو في نفس الغرزة. بعد كده الاربع غرز اللي بعد كده هنعملها في كل، فوق كل غرزة غرزة حشو واحدة بس. ادي واحد، اتنين، الغرزة التانية ادي كده اتنين. تمام، ادي كده الغرزة رقم 3، غرزة واحدة بس برضو. الغرزة رقم 4 برضو غرزة واحدة بس. يبقى 4 مفرد وادي ال5 تزايد. الخمسة اللي هي تزايد بتبقى زي غرزتين في نفس الغرزة. تمام، وبعد كده الاربعة اللي بعد كده مفرد، ادي واحد، اتنين، تلاتة، ادي اربعة، يبقى 4 مفرد وال5 تزايد. وادي رقم 5 هنعمل فيها غرزتين في نفس الغرزة، ادي واحد، ادي اتنين. هنستمر بنفس الطريقة لحد نهاية
الفتحات اللي عندي 4 مفرد و5 تزايد، 4 مفرد و5 تزايد، فانا هكمل وبعد كده هوضح لكم هنكمل باقي الشنطه ازاي. استمريت كده لحد نهايه السطر 4 مفرد و5 تزايد، وفي اخر غرزه هقفل السطر كده بالشكل ده. هدخل في اول غرزه، هدخل فيها كده بالشكل ده وهقفل بمنزلقه كده نهايه السطر بتاعي. بعد كده هنعمل غرزه السنبله ازاي، اللي هي زي غرزه الحشو بس بتبقى بين الغرزه بالشكل ده. الغرزه دي هنعملها ازاي؟ هنجي في غرزه الحشو اللي احنا اشتغلناها فيها كيرف كده من ورا، فاكرين طريقه التزايد في الدايره الحلزونيه او طريقه الدايره الحلزونيه لما كنا بنشتغل في ظهر غرزه الحشو فيها الكيرف اللي من ورا ده، اللي هي الحلقه اللي من ورا في ظهر الغرزه. هنشتغل في ظهر الغرزه تمام، بس مش هنشتغل بابره 4 مليمتر، لا هنشتغل بالابره مقاس 5 مليمتر. هدخل كده بالابره وهدخل في الغرزه من ورا، في الغرزه نفسها من ورا كده بالشكل ده، وهدخل هعمل غرزه حشو هي دي الغرزه، ادي كده من ورا كده بالشكل ده. هدخل في الغرزه كده وهعمل غرزه حشو. الغرزه اللي بعدها برضو هعمل غرزه حشو، بس هنعمل حاجه هنا. اول غرزه هنعلمها بعلامه غرز علشان تبقى واضحه ان دي اول غرزه واول السطر، علشان غرزه السنبله ما فيهاش قفله في نهايه السطر، لا بنستمر بنشتغل داير ما يدور، ما فيهاش يعني مش كل نهايه سطر بندخل نقفل بمنزلقه زي غرزه الحشو العاديه، لا الغرزه دي مش بنقفل بمنزلقه، فانا بستمر فوق كل غرزه غرزه حشو عاديه جدا، بس بدخل في الحلقه اللي من ظهر الغرزه نفسها. ادي كده الحلقه اللي من ظهر الغرزه بدخل فيها كده بالشكل ده وبعمل غرزه حشو تمام. كده فوق كل غرزه بالشكل ده. بدخل في ظهر الغرزه لحد ما اوصل للعلامه. انا هكمل باقي السطر بنفس الطريقه فوق كل غرزه غرزه حشو، بس بدخل في الحلقه اللي في ظهر الغرزه كده بالشكل ده لحد نهايه السطر، وبعد كده هوضح لكم الاسطر اللي بعد كده هنشتغلها ازاي وهنرتفع كام سطر بالظبط. اشتغلت كده بنفس الطريقه لحد ما وصلت لنهايه السطر، وادي بدايه السطر. طبعا مش بنقفل بمنزلقه، هندخل على الغرزه الجديده على طول في كيرف في ظهر الغرزه، بيبقى في كيرف كده او حلقه كده في الظهر بندخل فيها برضو بنفس الطريقه وبنعمل غرزه حشو كده بالشكل ده. هنشيل طبعا الغرزه، هنشيل قصدي علامه الغرز تمام، علشان نعرف ان دي بداية السطر. هنستمر كام سطر على ونرتفع بكام سطر علشان نوصل لطول الشنطة اللي احنا محتاجينها. هنرتفع بستة اسطر، ستة اسطر بالسطرين اللي احنا اشتغلناهم. يعني اذا اشتغلنا سطرين يبقى هنشتغل كمان اربع اسطر، علشان اجمالي الاسطر يبقى ست اسطر تمام. بنفس الطريقة في كيرف الغرزة، ظهر الغرزة كده في الكيرف اللي طالع ده اللي ظاهر، بندخل فيه كده بالشكل ده بالإبرة وبنعمل غرزة حشو. ادي ندخل في الكيرف كده بالشكل ده، كده وبعمل غرزة حشو. هرتفع كمان أربع أسطر وبعد كده هوضح لكم
هنركب السوستة ازاي للشنطة وهنقفل التقفيلة النهائية للشنطة ازاي. طريقة الشنطة دي سهلة وبسيطة جدا جدا جدا. انا كده وصلت لنهاية السطر اللي هو 6 اسطر اللي انا اشتغلتها من بداية اول سطر. اجمالي عدد الاسطر وصلت 6 اسطر. كده خلاص هقص الخيط، فهعمل اشتغلت غرزة حشو، فهعمل غرزة السلسلة اللي هي غرزة التأمين، ان احنا بنأمن الشغل بتاعنا وبنشد الخيط كده لفوق. تمام، وبجيب الولاعة بقص الخيط بيها. الشكل ده علشان الخيط لو اتقص بالمقص بيبوظ. تمام، هنبتدي دلوقتي نعمل ايه؟ هنبتدي دلوقتي نركب السوستة. فلما بناجي نركب السوستة عايزين القفلة دي تبقى في النص من تحت، القفلة دي على القفلة دي في الوشين. الوشين طبعا بنشتغلهم بنفس الطريقة، عايزينها تبقى في النص كده من تحت. فبنحدد الاول، بشيل علامة الغرز خلاص مش عاوزاها. تمام، فبحدد بعمل ايه، بجيب القفلة على القفلة كده بالشكل ده، وبحدد الاول مكان السوستة اللي انا هعمل فيه السوستة. كده حددت مكان السوستة، فالسوستة هتبقى في النص كده، في النص هنا كده بالشكل ده، تبقى في النص هنا. تمام، بجيب السوستة بحدد المكان بتاعها كده بالشكل ده، بحدد كده مكان السوستة كده بالطريقة دي، بخلي بحيث القفلة دي تبقى في النص. تمام، فبجيب السوستة كده بوسطنها. تمام، فبجيب الخيط والإبرة العاديين وببتدي أثبت السوستة، بثبت جنب جنب. ادي الجنب الأولاني بثبتها كده بالشكل ده، الغرزة والغرزة المقابلة ليها. بروح شداهم بخيطهم طريقة الخياطة العادية، السراجة العادية، بس اهم حاجة نعدي على الحتة اللي احنا بنثبتها، بنثبتها مرتين رايح جاي، بحيث ان هي مع الاستعمال ما تفكش معانا، السوستة ما تتفكش والخياطة ما تتفكش معانا. وهي طبعا كده مش هتظهر ان هي خياطة، فانا هثبت لحد ما بوصل للجنب التاني كده. هكمل باقي السوستة كده بنفس الطريقة، بنفس الطريقة كده. كده بثبتها، باجي على الحتة مرتين بثبتها. تمام، هكمل نفس الطريقة وهوضح لكم الجنب التاني هنركب فيها السوستة ازاي. هكمل لحد ما اوصل لنهاية السوستة. انا كده خلاص ركبت السوستة كلها في الجنب ده. هنبتدي دلوقتي الوش التاني اللي هو الجنب التاني للشنطة. فانا هبتدي هفتح السوستة كده بالشكل ده. تمام، هبتدي اجيب اللي هي القفلة بتاعة السطر، اخر سطر في الجنب، هبتدي اجيبه على القفلة التانية كده بالشكل ده. تمام، بظبطهم وببتدي اجيب الاول اظبطها كده، اول كده بظبطها كده. تمام، وبعد كده ببتدي اعملها كده بالشكل ده واجيب عشان اثبت السوستة.
فعلشان اثبت السوسته لازم دي تبقى الطرف ده يبقى كده. تمام، هنبتدي دلوقتي نثبتها. انا كده خلاص خلصت تثبيت السوسته، بقت بالشكل ده كده. تمام، دلوقتي هنبتدي نعمل ايه؟ هنبتدي نقفل الشنطه. نبتدي نجيب الخيط. تمام، هنشتغل على اطراف الجنبين، اطراف الجنبين بتاعت السوسته بتاعت الشنطه. بدخل في الحلقه، والحلقه المقابله للطرف الثاني بالجنب الثاني من الشنطه كده بالشكل ده، وهدخل كده هعمل هقفل كده بمنزلق. ادي الاول الف الخيط كده على صباعي كده بالشكل ده، وهدخل على الطرفين اهو، ادي الطرف وادي الطرف الثاني المقابل ليه، بقفل بمنزلق وادخل برضو فادي. ادي الطرف الغرزة والغرزة المقابلة ليها، بدخل فيها كده وبشد بقفل بمنزلق. كده بقفل بمنزلق برضو للغرزة والغرزة المقابلة ليها، بس اهم حاجة الخيط ده يبقى من جوه الشنطة من جوه علشان اعرف اقفل، اسحب كده يعني وهقفل الطرفين في بعض. ادي واقفل بمنزلق الغرزة والغرزة المقابلة ليها بالشكل ده كده، واشد كده واقفل بمنزلق. ادي الغرزة والغرزة المقابلة ليها واقفل بمنزلق بنفس الطريقة كده لحد ما اوصل للطرف الثاني من الشنطة. انا كده وصلت لاخر غرزة واشتغلت في الغرزة والغرزة المقابلة ليها وقفلتها بمنزلقة. دلوقتي هبتدي خلاص اقفل التقفيل، فبعمل غرزة سلسلة كده بالشكل ده. بقوم جايبة طبعا زي ما وضحت لكم الولاعة، وبقص الخيط كده، بقوم دايسة على الطرف كده خلاص خفيت الخيط، بروح مدخلاه من جوه برضو بخفيه من جوه بإبرة تنظيف او بإبرة الكروشيه، بدخله في كذا غرزة كده من الداخل، بحيث ان هو برضو مع الاستعمال ما تفكش مع الاستعمال. بروح سحباها تاني بحيث ان هي تتخفي خالص كده بالشكل ده. تمام، ده منظر. ادي السوستة لما نفتحها، وادي بنروح دلوقتي علشان نركب الدراع بتاع الشنطة. بعمل ايه؟ عايزة دلوقتي ادخل الحلقات دي في السلسلة، هعمل ايه؟ وعشان برضو اثبتها في الاطراف بتاعت الشنطة، بروح جايبة زرديتين زي كده او بنستين زي كده على الاطراف بتاعت الحلقة النص دايرة كده بالشكل ده، بروح فتحة كل واحدة عكس التانية، هي جديدة شوية بس لازم نعمل الحركة دي بحيث ان هي لما تيجي تتقفل تتقفل برضو في نفس بنفس الطريقة، بحيث ان تبقاش فيها فراغ جامد كده. ادي فتحتها حتة بسيطة، هدخل السلسلة كده فيها بالشكل ده. تمام، بروح جاية على طرف الشنطة، بحدد المكان
احدد المكان كده اللي هحط فيه اللي هثبت فيه الدراع. جايه كده اهو على طرف السوست، على جنب السوستتين يعني السوسته اقصد، ايه على جنب السوسته، ادي ايه الجنب ده والجنب ده تمام. بروح جايه في الغرز كده بدخل الحلقه. كده بالشكل ده بروح قافلاهم تاني، برجعها زي ما كانت. ادي شكل الشنطة النهائي بقى بالشكل ده، ادي اليد بتاعت الشنطة تمام، وادي السوستة تمام، وادي الغرزة بتاعت الشنطة، وشين الشنطة، ادي الوش، وادي الوش التاني. طريقتها سهلة وبسيطة جدا، والغرزة اللي انا عملتها دي غرزة جديدة وشكلها شيك جدا جدا. وبكده بقى انتهيت من طريقة عمل الشنطة. دلوقتي وصلنا مع بعض نهاية الفيديو، اتمنى تكونوا استفدتوا وقدرت اشرح لكم طريقة عمل الشنطة بطريقة سهلة وبسيطة. لو عندك اي ملحوظة او استفسار تقدر تسيبي كومنت اسفل الفيديو او على صفحتنا على الفيسبوك، هتلاقي لينك موجود اسفل الفيديو. ما تنسوش تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتشجعوني بلايك وشير لو عجبك الفيديو عشان اقدر اوصل لعدد ناس اكبر. وتقدروا تتابعونا على الويب سايت بتاعنا او على صفحتنا على الفيسبوك وتويتر وانستجرام، هتلاقي لينكات موجودة في الوصف اسفل الفيديو. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا اله الا الله.